دكتور أمير حسين حسن، أستاذ بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. ومن مهامنا ومن مهام أعمالنا رصد الكشوفات الشمسية والكشوفات القمرية وعمل أبحاث خاصة بصلاة الفجر والصلوات عموما وأعمال أخرى، منها يعني عمل أرصاد للطاقة الشمسية والإشعاع الشمسي. ونحن هنا الآن في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية نستعد لرصد الخسوف القمري الأطول في هذا القرن، الذي سيبدأ إن شاء الله كخسوف جزئي يرى بالعين في الساعة 8:24 مساء إن شاء الله. يستمر هذا الخسوف خسوف جزئي حتى الساعة 9:30، ثم يبدأ الخسوف الكلي الذي يستمر قرابة 103 دقيقة، يعني حوالي 1:43، ثم يتحول بعد ذلك إلى خسوف جزئي مرة أخرى. ينتهي هذا الخسوف الجزئي بعد ذلك الساعة 12:19. هذا ما ستراه العين. إذا العين سترى بداية الخسوف الجزئي مرورا بالخسوف الكلي، ثم بعد ذلك نهاية الخسوف الجزئي الساعة 12:19. لماذا كل هذا الاهتمام بهذا الخسوف بالذات؟ هذا الخسوف في حقيقة الأمر هو الأطول في هذا القرن، وطول هذا الخسوف الحقيقة يعني بسبب أن الخسوف حدث أثناء وجود القمر في حالة الأوج. حالة الأوج أي الأبعد. نعرفين القمر له يعني مرحلتان أساسيتان في قربه أو بعده من الأرض. الحالة الأولى هي حالة الحضيض، أي أقرب نقطة إلى الأرض، وهي حوالي 360,000 كيلو، وأبعد نقطة حوالي 405,000 كيلومتر. عندما يكون القمر في حالة الأوج، بمعنى أن القدر الظهير له يكون صغيرا، وبالتالي فترة مكث القمر في الفضاء أو في السماء أو في الأفق أو في أفق الرصد تكون فترة زمنية كبيرة، وهو ما يعرف بالمايكرومون، يعني القمر سوف يكون صغيرا وبالتالي فترة المكث كبيرة. عكس عندما عكس القمر عندما يكون في حالة الحضيض يكون سوبر مون، بمعنى القدر الظهير بتاعه كبير، وبالتالي فترة مكثه سوف تكون صغيرة أو فترة مكثه قصيرة. فترة الحقيقة فترة الخسوف الكلي هذه كما قلنا هي الأطول في هذا القرن. نعم تي كل دي كأطول أطول على الإطلاق هي هذه. يعني احنا دائما أبدا في هذا القرن بتظهر كل كم عام؟ سوف تكون هناك فترات خسوف طويلة أيضا، ولكن ليس بهذا القدر. تمام. احنا عندنا الخسوفات القمرية التي سوف تحدث في هذا القرن حوالي 37% منها خسوف كلي. طب حضرتك لو اتكلمنا عن مرصد هنا، دوركم النهارده المواطنين مفروض لهم ايه؟ مختلف الأعمار السنية، لكن طبعا نحن عندنا أيضا تلسكوبات ضخمة تصلح أو مخصصة لرصد هذا الحدث من حيث الناحية العلمية، بمعنى أن هذه عندنا تلسكوبات كبيرة مركب عليها كاميرات حديثة، CCD كاميرا، سبكترومتر، كاميرات ديجيتال، كل هذه الأجهزة مركبة على تلسكوبات ضخمة، حيث نرصد من القمر اثناء مراحل الخسوف المختلفه. حضرتك شايف في اقبال من المواطنين او عندهم وعي؟ الحقيقه في اقبال جيد من المواطنين وفي اهتمام علمي، ودي ظاهره طيبه الحقيقه. هذه ظاهره طيبه يعني تدل على يعني وعي الجمهور ووعي الناس بالاحداث العلميه. شكرا جزيلا. بمعنى ان القدر الظهير له يكون صغيرا، وبالتالي فتره مكث القمر في الفضاء أو في السماء أو في الأفق أو في أفق الرصد تكون فترة زمنية كبيرة، وهو ما يعرف بالمايكرومون، يعني القمر سوف يكون صغيرا وبالتالي فترة المكث كبيرة. عكس عندما يكون في حالة الحضيض
المريض يكون سوبر مون، بمعنى ان القطر الفاضي بتاعه كبير، وبالتالي فتره مكثي سوف تكون صغيره او فتره مكثي قصيره. فتره الحقيقه فتره الخسوف الكلي هذه كما قلنا هي الاطول في هذا بتيجي كل قد ايه فندم؟ نعم بتيجي كل قد ايه؟ كاطول اطول على الاطلاق هي هذه، يعني احنا دايما ابدا في هذا بتظهر كل كام عام؟ سوف تكون هناك فترات خسوف طويلة أيضا ولكن ليس بهذا القدر. تمام. إحنا عندنا الخسوفات القمرية التي سوف تحدث في هذا القرن حوالي 37% منها خسوف كلي. طب حضرتك لو كلمنا عن مرصد هنا دوركم النهاردة المواطنين موفرين لهم إيه؟ طيب إحنا عندنا كمية كبيرة من التشوبات مختلف الأعمار السنية، لكن طبعا نحن عندنا أيضا تلسكوبات ضخمة تصلح أو مخصصة لرصد هذا الحدث من حيث الناحية العلمية، بمعنى أن هذه عندنا تلسكوبات كبيرة مركب عليها كاميرات حديثة CCD كاميرا سبكترومتر كاميرات ديجيتال، كل هذه الأجهزة مركبة على تلسكوبات ضخمة حيث نرصد من القمر اثناء مراحل الخسوف المختلفه. حضرتك شايف في اقبال من المواطنين او عندهم وعي؟ الحقيقه في اقبال جيد من المواطنين وفي اهتمام علمي، ودي ظاهره طيبه الحقيقه. شوف ظاهره طيبه يعني تدل على يعني وعي الجمهور ووعي الناس بالاحداث العلميه. شكرا جزيلا.